السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان، مرحبا بالجميع. اليوم جبت لكم نموذج رقم 2 بالنسبة لتقييم المكتسبات، ليفالواسيون دي زاكي. ما تنساوناش لايكي بارتاجي ابوني. كما قلنا كومبريونسيون دو ليكري، مفهوم النص. قلت لكم باللي عندنا الصورة وباللي لو تيكست مرقم. في التكست اللي فات لقينا 1 2، هذا فيه 1 2 3 ثلاث فقرات. دونك نبداو، عندنا لو تيتر وعندنا لا سورس اللي هو المصدر. نقراو لو تيكست تاعنا. لو لاما، كي يشوف الصوره نعرف بلي غادي يهضر لي على هاد الحيوانات. هذا سموه لو لاما. لو لاما ايت ان انيمال دوميستيك داميريك دو سود. il vit dans les régions montagneuses. le lama a un cou fin, de longues pattes et un corps mince. il mesure entre 1,2 et 1,6 mètres de longueur. pour un poids vraiment entre 40 variant entre 45 et 55 kg. Ce mammifère est herbivore, il se nourrit d'herbes et de feuillage. Donc là, كملنا لي باراغراف لي 3، عطانا هذا النص تاعنا. نروحو نشوفو اول كريتير اللي هو ايدونتيفي لو تيم جينيرال. كيما قلنا راكم تشوفوا هذا الجدول دائما يعاود يرجع، خاصني كوشي على لا ميور ريبونس. الوغ لو تيكست هذا راه يهضر على ان انيمال دوميستيك داميريك دو سود، على ان ماميفير هيربيفور، على ان انيمال مناسي، ولا على لو لاما. نديرو لاما، راها باينه لو تيتر يقول لي لاما، وهنا يبدا لي لو لاما. دونك ندي لو لاما صح. هنا ايدونتيفي لو شون ليكسيكال، كومبليت لا فراز دو بروميي باراغراف. Premier paragraphe, يعني الجواب راه في هذه الفقرة الأولى. واش هو السؤال؟ قال لك لو لاما إيت أن أنيمال دأميريك دو سود. خاصني نكمل هذا واش مكتوب هنا. لو لاما ها هي لو لاما وهي دأميريك دو سود. سافو دير غادي نكتب إيت أن أنيمال دوميستيك. نكتب هنا إيت أن، حاولوا تكتبوا الفوق هنا، إيت أن أنيمال، ما قدنيش المكان، ندير هنا دوميستيك. فوالا ايت ان انيمال دوميستيك. كملتها. كومبليت لا فراز تاني دو بروميي باراغراف. لو لاما في دون دي ريجيون، ها هي لا، il vit dans des régions montagneuses. نكتب هنايا مونتانيوز، اسهل حاجه. نكمل من النص فقط. مونتانيوز. complète la phrase en t'aidant du deuxième paragraphe. راكم تشوفوا في الاول سؤال A ولا B، قال لي من البرومي باراغراف. السؤال C من الدوزيام باراغراف. comment est le lama. alors comment est le lama، وهنا راه كاتب لي le lama a un، ومن بعد de longue. نروح نحوس في الدوزيام باراغراف. a un cou fin de longue patte. نجي لهنا a un cou fin de longue patte. هذا مك صح. الوغ هنا عندي باغ اكزومبل ا، هنا الا جاوبتهم للربعه عندي ا، نجاوب باغ اكزومبل 1 2 3 عندي سي، نجاوب هادو 3 عندي سي، نجاوب غير زوج عندي دي، نجاوب وحده عندي ربعه ا، 3 بي، زوج سي، وحده دي، وصفر دي. خلاص نروحو للكريتير الثالث. ريبون باغ فري او فو. لو لاما ميزور اونتر 2.1 اي 6.1 متر دو لونغور. هو قال لي il mesure 1.2 اي 1.6. قلب لي الارقام. دونك نجي هنا نكتب له فو من النص. لو بوا دو لاما فاري اونتر 45 اي 55. هو قال لي ان بوا فاريون اونتر 45 اي 55. Donc, نكتب له vrai. صح. Selon le texte, quelle est la région, le régime alimentaire de ce mammifère? De quoi se nourrit-il? Ah, le régime, on goûte carnivore, herbivore. Hein? هو قال لي herbivore. De quoi se nourrit? نكتب له d'herbe et de feuillage. Donc, on goûte le lama ou le ce mammifère qui mène bré le lama ou le ce mammifère. حسب النص. et herbivore عشبي. نقطة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني il
se nourrit d'herbe et ma qadniش بلاص نكتب هنا de feuillage. خلاص راني كملت. الا جاوبت هادو هنا راه كاين اربعه 1 2 هادي 3 وهادي 4. الا جاوبتهم الاربعه عندك ا، جاوبت غير هادو زوج وهادي 3 وهادي ما جاوبتهاش عندك بي، جاوبت غير زوج عندك سي، جاوبت غير وحده عندك دي، جاوبت صفر عندك دي. خلاص نروحوا لهنايا نشوفوا هاد الصوره لا برودكسيون ايكريت. دائما يجي بعدها التعبير قال كا لوكازيون دو لا جورني مونديال دي اسبيس مناسي، يعني الكائنات المهدده. Tant une école organisée un concours du meilleur texte sur le panda. Le meilleur texte produit sera affiché dans la bibliothèque. La consigne est chère. Rédige au moins trois phrases. يعني على الأقل ثلاثة ثلاثة أربعة وطلع مش أقل من ثلاثة. Pour présenter le panda. وعطاك utilise le présent. اللي فاتت قالنا اتيليزي لو باسي كومبوزي في زيارة المكان. في الحيوان في الفصل الأول قال لك لو بريزون. تخوازيام بيغسون دو بلو دو سينغولي إيل لو بوندا ماسكولا دونك إيل. وهنا عطاني لا بواط، عندي أنيمال تيت بات، عندي لي فوي دو بومبو، عندي بلونت لي فوري أون شين، عندي لا فوغور دي تاش لا كو، عندي لي فيرب تيوري إتر أفوار فيفر سو نورير مونجي posséder. Ou عندي les adjectifs sauvage, grand, herbivore, ronde, quatre, blanche, noire, petite. Très bien. Ndirou l'unwen men nsawach. Le panda. Choufou. Le عندو trois corps. Le P هو D. D عندو deux corps. حاولو تحترمو المقاييس. نخلي مربعين ونكتب. Le panda est un animal ou حيوان كيفاش داير سوفاج متوحش. واش ياكل؟ il est herbivore et الاوراق تحتها باش تبان اكثر et herbivore نقطه. هاي الجمله الاولى. الجملة الثانية غادي نقول وين يعيش واش ياكل. il vit le verbe vivre يعني يعيش. وين يعيش؟ dans قال لي غابات la Chine. dans les forêts de Chine. Chine كتبت C majuscule لأنه Chine c'est un nom propre. هاي الجملة الثالثة ماذا يأكل؟ il se nourrit le verbe se nourrir de quoi؟ de feuilles de bambou. هو راه عطيك كلش، انت غير يعطيك يعني دير الجملة sujet verbe complément وتصرف الأفعال. شو شعر عندي واحدة زوج ثلاثة. لو كان نتوقف هنا عندي أ باسكو قال لي 3 فراز. هو قال لي أو موا 3 فراز نزيد جملة واحدة باش نتأكد من الأ. دروك نقول واش عنده، نجم نقول إيل بوسيد ولا إيل أ عنده. واش عنده؟ عنده أون غروند تيت. أون غروند تيت عندي نجم نقول avec des taches noires et blanches. نقطة. هنا على بالكم بلي خلاص راه عندك أ، هنا راه عندك أ. فاصلة. 4 grosses pattes. Les pattes rigelines étaient hauts, d'accord. Et une fourrure
ننجم هنايا une grande tête هذيك avec des taches noires et blanches ننجم نكتبها هنا et une fourrure avec des taches noires et blanches وندير نقطة هذه لي تاش هذه تقدر تكتبها هنا مع لا فورور لا فورور هو الفرو تاعو داكور تنجم تقول une grande tête face à quatre grosses pattes et une fourrure avec des taches noires et blanches خلاص راني كملت الموضوع تاعي ودرت الوضعية تاعي الحمد لله داكور هنا عندي أ لأني احترمت عدد الجمل كتبت لو تيتر احترمت مقاييس الكتابة درت الماجوسكول والنقطة والفاصلة صرفت الأفعال في البخيزو استعملت إيل لو برونو بيرسونيل إيل يعني كاع واش طلب مني راني حطيته درت الجمل سوجي فيرب كومبليمون ربطت الجمل خليت ليسباس كتابة جميلة كل شيء هنا عندي أ بإذن الله. Donc voilà, on s'en est arrivé à la vidéo. Mettez un like, partagez, abonnez.